رئيس مجلس القيادة يطلع من المحافظ مبخوت بن ماضي على الأوضاع في محافظة حضرموت. رئيس مجلس القضاء الأعلى يلتقي اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان. والوزير الأرياني يطلع على المحتوى الوثائقي والتراثي والثقافي للمكتبة السلطانية بمدينة المكلا. طابت أوقاتكم مشاهدينا، هذه نشرة العاشرة نقدمها لكم من قطاع تلفزيون حضرموت الحكومي بمدينة المكلا. أهلا بكم، والبداية مع فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي الذي أجرى اليوم الأربعاء اتصالا هاتفيا بمحافظ محافظة حضرموت مبخوت بن ماضي، وذلك للإطلاع على أحوال المواطنين والجهود المنسقة مع الجهات الحكومية لتحسين الخدمات وتعزيز الأمن والاستقرار في المحافظة. وهنأ فخامة الرئيس باسمه وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي والحكومة خلال الاتصال المحافظ بن ماضي بنجاح مهرجان نجم البلدة الذي يعد أحد أفضل الوجهات السياحية للاستمتاع بالظاهرة الطبيعية النادرة في المنطقة. واستمع رئيس مجلس القيادة من محافظ حضرموت إلى شرح حول الوضع العام في المحافظة وجهود السلطة المحلية في الجوانب الأمنية والخدمية والتنموية، وفي مقدمتها الحلول الجذرية لقطاع الكهرباء. وأشاد العليمي بجهود السلطة المحلية من أجل تطبيع الأوضاع في المحافظة، منوها بالمسؤوليات العالية والمعهودة لدى أبناء حضرموت في تقديم محافظتهم كمثال للسلام ومهد للحضارة الإنسانية ومصدر إلهام في التنمية والإعمار واحترام مؤسسات الدولة وسيادة القانون. بعث رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك برقية تهنئة إلى نظيره المصري الدكتور مصطفى مدبولي، وذلك بمناسبة احتفالات الشعب المصري الشقيق بالذكرى 72 لثورة 23 من يوليو المجيدة. وقدم رئيس الوزراء أصدق التهاني باسمه ونيابة عن الحكومة والشعب اليمني راجيا لمصر وشعبها العظيم دوام الرخاء والازدهار بظل قيادتها الحكيمة، منوها بعمق ومتانة العلاقات التاريخية والمتميزة بين البلدين والشعبين الشقيقين. التقى رئيس مجلس القضاء الأعلى فضيلة القاضي محسن يحيى طالب اليوم في العاصمة المؤقتة عدن فريق اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان. وخلال اللقاء الذي حضره الأمين العام للمجلس القاضي أو الأمين العام للمجلس القاضي الدكتور علي عطبوش، استمع رئيس مجلس القضاء الأعلى من رئيس اللجنة الوطنية للتحقيق القاضي أحمد المفلحي إلى شرح حول الزيارات التي نفذتها اللجنة إلى مراكز الاحتجاز في المحافظات المحررة ومدى التزام تلك المراكز بمعايير حقوق الإنسان. كما ناقش اللقاء مستجدات حقوق الإنسان ومستوى التنسيق والتعاون بين السلطة القضائية واللجنة الوطنية للتحقيق لضمان تحقيق العدالة وحماية حقوق المواطنين. كما طرح رئيس اللجنة الوطنية للتحقيق شكاوى بعض المحتجزين حول المدة القانونية التي قضوها في مراكز الاحتجاز العسكرية والمدنية. وأشاد رئيس مجلس القضاء بجهود اللجنة الوطنية للتحقيق من خلال نزولها الميداني لتفقد أوضاع السجون ومراكز الاحتجاز للاطلاع من كثب على أحوال المحتجزين، مؤكدا حرص مجلس القضاء الأعلى على البت السريع في القضايا أي حالتها للنيابات والمحاكم للحد من ازدحام السجون ومراكز الاحتجاز. ناقش اجتماع عقد في العاصمة المؤقتة عدن برئاسة وزير الداخلية اللواء الركن إبراهيم حيدان مستوى تنفيذ خطط الوزارة خلال النصف الأول من العام الجاري. الاجتماع تطرق إلى الإنجازات التي حققتها القطاعات والمصالح بالوزارة وتقييم جوانب القصور وآلية التغلب عليها خلال النصف الثاني من العام الجاري، إضافة إلى خطة تنفيذ عدد من المشاريع في وزارة الداخلية. وأكد وزير الداخلية خلال اللقاء أهمية الانضباط الوظيفي والعمل بروح الفريق الواحد، مشددا على ضرورة رفع معنويات منتسبي الوزارة لتعزيز الأداء العام. وفي سياق متصل، تفقد وزير الداخلية اللواء الركن إبراهيم حيدان الأعمال الإنشائية بديوان الوزارة مستمعا من وكيل قطاع الموارد البشرية والمالية لشرح حول مستوى الإنجاز للأعمال الإنشائية في ديوان الوزارة التي تتضمن بناء وتأهيل مكاتب حديثة للإدارات العامة.
هذا وأكد وزير الداخلية أهمية سرعة إنجاز الأعمال وفق الجداول الزمنية المحددة والمعايير الفنية المطلوبة. اختتمت مساء أمس الثلاثاء الفعاليات الثقافية والأدبية لمهرجان البلدة السياحي الذي احتضنته مدينة الشحر بحضرموت بحضور وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني ومحافظ محافظة حضرموت مبخوت بن ماضي. وفي حفل الاختتام نقل الوزير الإرياني للحضور الكبير تحياتي وتقدير فخامة الرئيس دكتور رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسية وإخوانه أعضاء مجلس القيادة ودولة رئيس الوزراء الدكتور أحمد بن مبارك وتهانيهم بنجاح مهرجان نجم البلدة الذي شهد إقبالا كبيرا من معظم محافظات الجمهورية وعدد من دول الخليج العربي. وأكد الوزير أن المهرجان مثل فرصة فريدة للاحتفاء بتراثنا الثقافي وإبراز المواهب المحلية وتعزيز روح التعاون بين أفراد المجتمع، مثمنا جهود كل من أسهم في نجاح هذا المهرجان ودور قيادة السلطة المحلية واللجنة المنظمة الذين كان لهم دور أساسي في جعل هذا الحدث استثنائيا. وقال الوزير الأرياني لقد شاهدنا خلال الأيام الماضية عددا من الفعاليات الرائعة التي أظهرت جمال وثراء تراثنا الثقافي وأتاحت لنا الفرصة للاحتفاء بتاريخ وحضارة حضرموت بشكل خاص والوطني بشكل عام، معتبرا هذه الفعاليات جسرا يربط بين الماضي والحاضر. كما عبر محافظ حضرموت عن سعادته بنجاح فعاليات مهرجان البلدة السياحي محيا أبناء حضرموت عامة ومدينة الشحر خاصة الذين قال فيهم سيظل أبناء الشحر أوفياء إذ لم يخذلون يوما في إقامة أي احتفالية ودائما ما نراهم مقدرين للبرامج الثقافية، مؤكدا اهتمام السلطة المحلية بالمحافظة بمدينة الشحر من خلال تنفيذ عدد من المشاريع التنموية انطلاقا من مكانتها التاريخية بوصفها موطن التراث والأدب والفن. زار وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الأرياني بمعية الأمين العام للمجلس المحلي بحضرموت صالح العمقي المكتبة السلطانية بمدينة المكلا. وخلال الزيارة اطلع الإرياني على المحتوى الوثائقي والتراثي والثقافي للمكتبة السلطانية التي تعد الأقدم على مستوى الجزيرة العربية. وخلال الزيارة طاف الإرياني بأجنحة المكتبة وأقسامها واستمع من أمين المكتبة إلى خلاصة مراحل تطورها وما جرى عليها من إضافات وما تحتاجه من تجهيزات، مؤكدا حرص الحكومة ممثلة بوزارة الإعلام والثقافة والسياحة على إنشاء وتطوير المكتبات العامة لتكون وجهة للشباب والطلاب ومراكز تنوير وتوعية وتربية وطنية. إلى ذلك استمع الوزير من رئيس الهيئة العامة للكتاب ومدير فرع الهيئة بمحافظة حضرموت إلى شرح عن واقع الهيئة في حضرموت والمرافق المكتبية والإدارية التابعة لها وما تواجهه من إشكالات. إلى ذلك زار وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الأرياني مؤسسة حضرموت للثقافة بمدينة المكلا. الوزير الإرياني عبر خلال الزيارة عن سعادته بالشراكة القائمة بين الوزارة ومؤسسة حضرموت للثقافة التي تعد نموذجا للشراكة بين مؤسسات الدولة ومؤسسات القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني. واستمع الأرياني خلال الزيارة إلى شرح مفصل عن أداء المؤسسة في المجالات الثقافية والأدبية والفنية، مشيرا إلى أشهر الفعاليات الثقافية التي تنفذها المؤسسة بالشراكة مع وزارة الإعلام والثقافة والسياحة المتمثلة في حفل السيمفونيات التراثية. وأكد الإرياني أهمية أن تعمل الشراكة بين الجانبين على تعزيز دور المسرح، معربا عن أمله في أن تكون هناك مسارح دائمة في عدن وحضرموت وجميع المحافظات المحررة تخلق شراكة وتنافسا في الإنتاج والأداء المسرحي. بحث وزير المياه والبيئة المهندس توفيق الشرجبي بالعاصمة المؤقتة عدن مع فريق مختص من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي المواضيع المتصلة بالمشاريع والتدخلات المنفذة بإشراف البرنامج النتائج النهائية لدراسة الجدوى لإنشاء 4 محطات لتحلية مياه البحر في العاصمة المؤقتة عدن. اللقاء استعرض الجوانب المتعلقة بالدراسة التي تضمنت اختيار 4 مواقع خاصة بالتقييم الأمثل للمواقع، حيث جرى اختيار 3 منها وذلك بعد الأخذ بعين الاعتبار الخيار اللامركزي لتوزيع المحطات. وأشار المهندس الشرجبي إلى المشاورات الجارية مع صندوق المناخ الأخضر لتمويل تنفيذ البرنامج ووجود اهتمام كبير بالمشروع من عدد من الجهات المانحة،
حيث سيعقد مؤتمر لمناقشة تحلية مياه البحر في مدينة عدن في أكتوبر القادم بالمملكة الهولندية بحضور الجهات المحلية والدولية ذات العلاقة. هذا وأكد الوزير الشرجبي ضرورة أن تشمل الدراسة آلية واضحة للشراكة مع القطاع الخاص لوضع رؤية متكاملة ومتماسكة لموضوع تحلية المياه في العاصمة المؤقتة عدن والمناطق الساحلية. أكدت حكومة بلادنا أن السبيل الوحيد لحماية وصون الأمن والسلم الدوليين يتمثل في دعم الحكومة لاستكمال بسط نفوذها على كامل التراب الوطني، إضافة إلى تنفيذ قرارات الشرعية الدولية خصوصا القرار رقم 2216، داعية مجلس الأمن والمجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياتهم في هذا الجانب. جاء ذلك في بيانها أمام مجلس الأمن الدولي في جلسته المفتوحة في مدينة نيويورك الأمريكية التي ألقاه مندوب بلادنا الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبد الله السعدي. وعبر البيان عن إدانة الحكومة بأشد العبارات العدوان الإسرائيلي على الأراضي اليمنية في انتهاك صارخ لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي وكل الأعراف والقوانين الدولية، محملا الكيان الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن أي تداعيات جراء غارتها الجوية. وطالب البيان الميليشيات الحوثية الإرهابية بعدم استجلاب التدخلات الخارجية ووقف نهجها التخريبي وإشكال العنف والتصعيد العسكري وعدم الإصرار على إجهاض جهود السلام وإطالة أمد الحرب في بلادنا والمنطقة. وجدد البيان التأكيد على ضرورة التزام حكومة بلادنا بنهج السلام ودعمها المتواصل للجهود والمساعي الإقليمية والدولية، لا سيما جهود الوساطة الحثيثة للأشقاء في المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان وجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة التي تستهدف تحقيق السلام العادل والشامل المبني على مرجعيات الحل السياسي المتفق عليها دوليا. رعى محافظ حضرموت الأستاذ موخوت مبارك بن ماضي اليوم بالمكلا توقيع مذكرة تفاهم بين مكتب وزارة التعليم الفني والتدريب المهني بساحل حضرموت وكلية المجتمع بسيئون ومؤسسة العون للتنمية التي تستهدف تعزيز وتطوير التعليم الفني والتدريب المهني في المحافظة. كما تستهدف المذكرة تحسين جودة المناهج التعليمية وتطوير بيئة التعليم وتدريب وتأهيل الكوادر أو الكادر التعليمي والإداري، إضافة إلى تعزيز التوجه المهني والتوظيف. وتتضمن مذكرة التفاهم أيضا تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص في مجالات التدريب والتوظيف، وذلك لمواكبة متطلبات سوق العمل وفتح تخصصات نوعية تلبي احتياجاته. وفي كلمة له بهذه المناسبة أشاد محافظ حضرموت بأهمية هذه الخطوة التي تسهم في تطوير التعليم الفني والتدريب المهني في المحافظة، مؤكدا ضرورة مواكبة التطورات التقنية الحديثة والنهج الجديد في الثورة الصناعية لتحسين مخرجات التعليم الفني، مثمنا تدخلات مؤسسة العون للتنمية التي تستهدف تحسين عجلة التنمية في المحافظة. وإلى أحوال الطقس، تشهد مدن ساحل محافظة حضرموت أجواء صحوة إلى غائمة جزئيا ورياحا معتدلة السرعة ودرجات الحرارة حارة رطبة نهارا إلى دافئة رطبة ليلا. وفي أرياف ساحل حضرموت والهضبة الجنوبية أجواء غائمة جزئيا مع أمطار رعدية خلال فترات من الظهيرة والمساء ورياح معتدلة السرعة ودرجات الحرارة حارة نهارا معتدلة ليلا. وفي وادي وصحراء حضرموت والهضبة الشمالية أجواء مغبرة نسبيا مع سحب رعدية متباعدة ورياح معتدلة السرعة تنشط خلال فترات من الظهيرة ودرجات الحرارة حارة نهارا إلى دافئة جافة ليلا. والآن مشاهدينا إلى حالة الطقس نتابع.
مشاهدينا وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا لهذا المساء، وهذا تذكير بأبرز ما جاء فيها من أنباء. رئيس مجلس القيادة يطلع من المحافظ مبخوت بن ماضي على الأوضاع في محافظة حضرموت. رئيس مجلس القضاء الأعلى يلتقي اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان. الوزير والأرياني يطلع على المحتوى الوثائقي والتراثي والثقافي للمكتبة السلطانية بمدينة المكلا. ولمتابعة المزيد من نشراتنا الإخبارية يرجى زيارة حساباتنا على مواقع التواصل الاجتماعي تلفزيون حضرموت. شكرا لكم متابعينا الكرام على حسن المتابعة والإصغاء، في أمان الله. إلى اللقاء.